2020 يستولي على 700 مليون سنتيم من منزل في بومرداس. تمكنت مصالح الأمن الحضري بأولاد هداج في بومرداس من توقيف 20 قام بسرقة مبالغ مالية وحل بقيمة 700 مليون سنتيم من منزل. وحسب بيان لأمن الولاية، جاءت هذه العملية بعد تقدم الضحية إلى مصالح الشرطة لتقييد شكوى تعرض منزله للسرقة أثناء غيابه عنه. وقامت ذات المصالح بتكثيف الأبحاث والتحريات من أجل معرفة المتورط في هذا الجرم، حين تم الكشف وباستعمال تقنية رفع البصمات من مسرح جريمة المتورط الرئيسي في العملية، بالإضافة إلى تستر صديقيه وخطيبته الذين كانوا على علم بارتكابه لهذا الفعل، ليتم استدعاؤهم إلى المصالح المذكورة وسماعهم تكملة للتحقيق. كما أفضى التحقيق إلى وقوع المشتبه فيه الرئيسي في فعل وجرم السرقة، وجاء ذلك نظرا للقرائن والأدلة التي أدانته مع تورط شركائه في التستر عن الجريمة. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.